النور الذي يرشد الناس، والنور الذي هو قدوة للناس. أنتم هؤلاء النور. الله قال إنه هو الأول كما ورد في أشعياء 44: الأنا الأول والآخر وليس غيري. وورد هذا التعبير أيضا في سفر الرؤيا الإصحاح الأول: أنا الأول والآخر، البداية والنهاية، الألف والياء. فالله هو الأول باستمرار، وينبغي أن نفهم هذا في حياتنا وفي كل ما يمر بنا. الله هو الأول كما ذكر في الوصايا العشر. الوصايا العشر الأربعة الأولى كلها عن الله، ومن الآية الخامسة العلاقة بالبشر: اكرم أباك وأمك، لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، لا تشهد شهادة بالزور، لا تشتهي، كلها علاقات. لكن الأربعة الأولى خاصة بالله، دي من جهة الوصايا العشر. حتى في الصلاة الربانية تلباطن الأولى خاصة بالله: يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كما في الأرض إلى آخره. وبعدها الطلبات الخاصة بنا: خبزنا لا تدخلنا في تجربة، نجينا من الشرير، كل هذا الأمر. إذن الله أولا. وفي الطلبات ربنا يقول لنا: اطلبوا أولا ملكوت الله وبره، وكل هذه تزدادونها. يا مناس يقفوا قصاد ربنا ويتوبوا يتوبوا يتوبوا وينسوا ملكوت الله. بيقول لك ربنا عارف احتياجاتك، انت تطلب في الاول ملكوت الله وبره، ملكوته داخلك وفي حياتك، حيث يملك على قلبك، كما قال: يا ابني اعطني قلبك، ويملك على مشاعرك، ويملك على فكرك، ويملك على حواسك. اطلبوا اولا ملكوت الله وبره. وربنا اولا في الايام وفي الاوقات. فيوم الأحد هو اليوم الأول، لأنها يوم قيامة الرب. اليوم الأحد هو اليوم الأول، واللي بعده الاثنين، يعني اليوم الثاني، الثلاثة، اليوم الثالث، الأربعاء، اليوم الرابع إلى آخره. وللأسف الشديد في بعض البلاد الأوروبية والأمريكية يقولوا عليه ويك إند. ويك إند يعني نهاية الأسبوع، يعني اليوم اللي يخرجوا فيه يشوفوا مشترياتهم وحاجاتهم. لا، هو مش الان، هو البداية. الله كما انه الاول هو ايضا يحب الاولويات. واول شيء في محبة الاولويات نراه يتكلم عن الأبكار. البكر هو الأول. يقول في خروج 13:1-2: قدس لي كل بكر، كل فاتح رحم إنه لي. قدس لي كل بكر، كل فاتح رحم إنه لي. قدس لي كل بكر من الإنسان والبهائم.
من الإنسان يعني الأبكار المسلوب أولا. كان زمان البكر هو رئيس العائلة بعد أبيه، وهو كاهن العائلة بعد أبيه، وله البركة أيضا قبل الكل. ومن جهة كهنوته ربنا فيما بعد أخذ سبط لاوي وبني هارون بدلا من هؤلاء الأبكار. البكر هو ربنا. من الأشياء الجميلة في الكتاب أن حنة أم صموئيل للنبي ما كانش عندها أولاد، وكانت بتبكي وتقول يا رب اديني ابن، وإن اديتني ابن أنا هديهولك يبقى ليك. وفعلا لما ربنا استجاب لها وأعطاها ابن، أول ما شب على قدميه أعطته لله، لبسته لبس زي الدنيا كده وأرسلته إلى جبل شيلو لكي يخدم مع رئيس الكهنة هناك، فصار ابنها هذا هو صموئيل النبي الذي أعطته لله، فأعطاه الله النبوة فصار نبيا، وصار هو الذي يمسح الملوك والكهنة وله سلطان. يعطى الابن لله. هل أي واحد فيكم يبخل على ربنا مش يقدم ابن البكر، يقدم أحد أبنائه لله لخدمة الله، ابن أو ابنة يعني، سواء في التكريس أو في الرهبنة أو في الكهنوت؟ الله طلب أيضا الأبكار حتى في الحيوان. يعني عنده واحد بهيمة خلفت خلفة تكون لربنا ياخدوها ذبيحة لربنا، مش بس كده، حتى في النبات شجرة تطرح أول طرح يبقى أول طرح ده لربنا، العشب اللي في الأرض يبقى أول حشة فيه لربنا. يقول في الكتاب قدس للرب أبكار غلاتك، أبكار غلاتك يعني الغلة اللي تجيلك أول حاجة فيها ربنا. وفي عيد الحصاد كانوا بيعملوا عيد للحصاد، أول الحصاد ده لربنا. هل إحنا بنعمل كده؟ هل نحن نعطي الأوائل لربنا؟ هل نعطي البكورات لربنا؟ هل نعطي أول مرتب يجينا في الوظيفة لربنا؟ هل نعطي أول ترقية جينا لربنا؟ هل يعطي الطبيب أول عملية جيله لربنا؟ هل يعطي المحامي أول قضية تجيله ربنا؟ هل يعطي المحاسب أول حاجة ربنا؟ هل يعطي المدرس أول درس مخصوص يجيله ربنا؟ تقول لي ده أنا منتظره من زمان على بال ما يجي. لا يا حبيبي، زي ما أنت
كن أمين مع ربنا، ربنا يعاملك بوفرة أكتر وأكتر وأكتر. هل أنت بتدفع العشور لربنا بلاش البقول؟ يقول ده المرتب كله مش كافي، فكمل أولا وخصمت العشور تبقى حط إيه؟ لا أبدا، التسعة عشر مع البركة أكتر من المرتب كله بدون بركة. ربنا بيقول هاتوا العشور وجربوني، إن كنت لا أفتح لكم قوى السماء تمطر عليكم حتى تقولوا كفانا كفانا. احنا ما بنجعلش ربنا الاول في حياتنا، مفروض ان الاولوية تكون لله. الاولوية في المحبة، ولذلك لما سألوا السيد المسيح قال الوصية الأولى في الناموس تحب الرب إلهك من كل قلبك من كل نفسك من كل قدرتك، واللي بعديها تحب قريبك نفسك، لكن الأولى تحب الرب إلهك من كل قلبك. من كل قلبك يعني لا تجعل محبة أخرى تفضلها على محبتك لله. يقول من أحب أبا أو أما أو أخا أو أختا أو امرأة أكثر مني فلا يستحقني. بل حتى ذاتك لا تحب ذاتك أكثر من ربنا. يقول تنكر ذاتك وتحمل صليبك وتتبعني. لا تحب أبا أو أما أكثر مني، يعني لو أب يقودك للخطأ لا تتبعه. لو يقول لك قول الحكاية الفلانية والحكاية دي غلط ما تقولش. ولذلك في أفسس 6 يقول إيه؟ أطيعوا آباءكم في الرب، يعني اطوعوا آباءكم داخل محبتك لربنا. أزيد من كده لا، وضد كده لا، ولا حتى الأب الروحي إذا قادك في طريق غلط لا تتبعه. لا تحب أحد أكتر من محبتك لربنا، حتى نفسك في الطاعة أيضا تخلي ربنا الأول. ينبغي أن نطاع الله أكثر من الناس، ده الأمر اللي مشينا عليه طول حياتنا. ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس. في الخدمة ينبغي أن ذاك يزيد وإني أنا أنقص. يوحنا المعمدان كان يجوا يدولوا أمجاد، أنت كذا ولا يقول أبدا أنا مش حاجة، أنا مجرد صوت صارخ في البرية. ينبغي أن ذاك يزيد وإني أنا أنقص. ده اللي ينبغي أن يكون شعارنا في كل خدمة. بولس الرسول يقول خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح وأوجد فيه. في المعرفة تخلي المعرفة الأولى ليك هي المعرفة التي تقودك إلى ربنا، مش المعارف الأخرى اللي تنفخك
بطلت أعملها على ما فيش. الله في برنامجك اليومي، هل الله موجود في برنامجك اليومي؟ هل الله هو أول واحد تكلمه في اليوم؟ يبقى أمك تصحيك، أمي حبيبي علشان تروح الشغل، قبل ما تقوم صلاة قصيرة تقولها في سرك: بارك يا رب هذا اليوم، لن تسمح إني أخطئ فيه، أعطيني قوة يا رب. وبعدين تقوم، أول واحد تكلمه في يومك هو ربنا. دربوا أنفسكم على هذا التدريب، أول واحد تكلموه كل يوم هو ربنا، قبل الأب وقبل الأم وقبل الدنيا دي كلها. وبرضو آخر واحد تكلمه في اليوم هو ربنا، أنا بيقول أنا الأول والآخر. قبل ما تنام يكون آخر واحد بتكلمه هو ربنا، تقول يا رب بارك هذه الليلة، اجعلها مبروكة. داود قال كده، قال: لا أدخل إلى بيتي ولا أصعد على سرير فراشي، ولا أعطي لعيني نوما، ولا لأكفاني نعاسا، ولا راحة لصدغي، إلى أن أجد موضعا للرب. قبل ما أنام لازم أجد موضع للرب، أجد موضع للرب في قلبي وفي فكري وفي حواسي. خلي ربنا معاك في دخولك وفي خروجك، تخرج من البيت وتقول يا رب بارك عليا في هذا اليوم، ما تسمحش ان مشكلة تتعبني، وان وجدت مشكلة انت يا رب اللي تحلها، انا معتمد عليك يا رب في هذا اليوم. اعطني في هذا اليوم ان ارضيك فيه كما نقول في صلاة الذكر. وانت داخل الشغل قول يا رب كن معايا في الشغل، لا تسمع الوقت إليه. واثناء عملك كل شويه الدنيا ترفع قلبك لله. القديسون لم يعطوا الاوائل لله، بل اعطوا كل شيء لله، لأنه ماذا يستفيع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه وتفضل مصر.